احنا مجلسنا على طول السنة مجلس اجتماعي وثقافي، وعندنا محاضرين يجون تقريبا كل اسبوع، يعني نحاول نخلي رواد المجلس على علم بما يجري في المنطقة، وعندنا مشايخ جزاهم الله خير يجون كل اسبوع يلقون محاضرات دينية على رواد المجلس. تواصل بين الناس وتؤدي إلى المحبة وتؤدي إلى التآخي والتآلف وتدارس كل أوضاع الناس وما يحدث بينهم ويحللون الأشياء التي بينهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ترى المتخاصمين يتحابون في المجالس ويتوادون ويتدارسون ما أحداث ما تحصل في المجتمع، ويكون بينهم كل ما يؤدي إلى صلاح مجتمعهم وصلاح بلادهم. وعلى كل إنسان لا يحضر إلى المجالس أن يعود نفسه ويعود أولاده على حضور المجالس، لأنها تربي وتثقف وتؤدي إلى أن يكون الأولاد عارفون لما يحدث حولهم وعارفون لكل أقربائهم ولكل الناس وللمشايخ. الواحد في رمضان يكون أكثر يعني تفرق، كذلك يعني بعد مناسبة يروح يعني المجلس ويتهنم بعضهم بعض، وكذلك أيام فضيلة وأيام مباركة، فالزيارة فيها إن شاء الله تكون فيها خير، وكذلك يعني تصير المجالس في رمضان ما شاء الله تبارك الله تنفتح مجالس أكثر من حتى الفطر، ففي تزاور ما بين الناس والاجتماعات تصير ويصير الحديث سلمك الله اللي عن رمضان وعن الأمور اللي تفيد الناس. بلد في مجالس يعرفون وين يروحون حق يجتمعون بالناس، فالمجالس يعني تخصص. وثاني شيء تخف عن القهاوي، ما قهاوي بعد أحسن من القهوة يعني. وثاني شيء إذا عندك مشكلة ولا عندك شيء كثير، كل واحد عنده رأي. فترة انقرضوا الميالس ما في ذكر، يوم احنا صغار في ميالس في شيوخ عيل مقعدون
وتستفيد وهذه. بعدين قرضت الحمد لله، هم الشباب عادوا الميالس حقيقة، يعني الشباب لهم فضل عادوا الميالس. ويوم صار عندنا في البحرين بالنسبة عن النواب البلدي، يعني كل نائب فتح له ميلس يستقبل هذه زواره وندوات ومواضيع يعني علمية ثقافية.